أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندي حسابان في البنك، حساب أضع فيه ربع الراتب ومنه أصرف على نفسي وعلى أهلي، والحساب الثاني أضع فيه بقية الراتب ويكون ثابتاً ولا أصرف منه شيء. السؤال: الزكاة يا صاحب الفضيلة من أي الحسابين تخرج؟ من الجميع، من الحسابين. إذا تم الحول فإنك تجمل مالك في البنك وتزكيه ربع العشر. نعم.